واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين ووقوع دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. في بيان له، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية لجيش الاحتلال، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم طولكرم لإنقاذ الجرحى والمصابين. كانت آليات عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم مخيم طولكرم وشرعت بأعمال مداهمة لمنازل الفلسطينيين، فضلا عن القيام بأعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.